في تحذير ليس الأول من نوعه. قال مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إريك برينان إن الدول الأكثر فقراً في الشرق الأوسط تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتوفير التطعيم مبكراً. تصريحات برينان جاءت خلال إعلانه قرب تسليم فلسطين 37 ألف جرعة من اللقاح الذي تنتجه فايزر بايونتيك، وتونس على 93,600 جرعة، وذلك في إطار مبادرة كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة والتحالف العالمي من أجل ضمان استفادة دول العالم من اللقاحات ضد الجائحة. لكن هذه المبادرة تواجه منذ بداياتها صعوبات في تحقيق أهدافها قد تصل إلى الفشل الكارثي، وهي العبارة التي استخدمها رئيس منظمة الصحة العالمية في حديثه عن توزيع اللقاحات المضادة للفيروس، حيث تعطي الدول الغنية الأولوية للاتفاقيات الثنائية على حساب الاتفاقيات الدولية والأخلاقية. التمايز في توزيع اللقاح تجاوز ثنائية الدول الغنية والفقيرة ليشمل المواطنين في البلد الواحد، حيث أظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والوكالة الفيدرالية الأساسية للصحة العامة في الولايات المتحدة أن 60.4% من بين 6,700,000 شخص تلقوا اللقاح هم من البيض، فيما لم تتجاوز نسبة السود 5.4%. سناء المهداوي، تي آر تي عربي.